السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو نهار اليوم اللي ان شاء الله غادي نتقاسم فيه معاكم اقتراح لدوازتي رائع جدا هذا الاقتراح هذا الاقتراح بدون زيت وايضا بدون دقيق كيجي كي رائع جدا أه كيف عارفين دائما كنوحلو شنو نحطو للكوتي شي حليوه تكون عدنا فانا غنقترح عليكم هاد الحلوه اللي صدقوني غتعجبكم بزاف كدب في اليد قبل الفم بطبقة معلقة إن شاء الله تجربوها وما تشبعوش منها وهاد الحلوة هذه مطلوبة بزاف بزاف وحتى هي كتجي من ألد الحلويات اللي ممكن تحضروا فالأخوات اللي كيطلبوا مني ريش بوند كتجيني بزاف نعملة معاكم فجربوا هاد الاقتراح هذا وغادي ترحموني إن شاء الله فعلا اقتراح كيستاهل التجربه فأول حاجة كنخدو علبة ديال الزبدة ما يعادل 250 غرام الزبده اما خدو ديال العلب اللي خاصه بالاكل او الزبده ديال العبر القياس 250 غرام اي رابعه راس ملعقه من نكهه الناطا اللي كتبقى اختياريه وعلى حسب المتوفر اذا كانت متوفره عندكم دخلوها كف هذا النوع ديال الحليوت كتعطي واحد لوغو زوين ما متوفره غديروا جوج اكياس ديال الفاني غادي نوضعوا جوج حبات ديال البيض متوسطين وغادي نخدمو هاد الزبدة مع السكر مع الفانيليا وجوش حبات ديال البيض فلك النطاق النطا كتبقى اختيارية أنا أول مرة غندخلها في هاد الحلوى الأكترية كنعمل غير بالفانيليا فالفانيليا أو الفاني يعطي طعم رائع جدا من بعد ما خدمنا الزبدة والبيض وباقي المكونات غادي نبداو نضيفو النشا فالنشا غادي نحتاجو 600 غرام ديال النشا غندخلوها تدريجيا فانا خديت ديال العبار وكاينه ديال الباكية فغادي تشوفوا الخليط صفر معايا فانا خديت النشا ديال العبار ولكن للاسف مول الحانوت تخلفت له النشا الكريم باتيسير فعطاني الكريم باتيسير وانا على ذاك الاساس فكنت خديت 600 غرام باش غادي نبدا نخلط انا بديت كنعمله وانا نشوف الخليط رجع لي صفار <applause> وانا نقول واقيلا هذه هي الكريم باتيسير من دقتها حسيت بانها كريم باتيسير صافي حبست وكملت بالنشا الحمد لله كانت عندي حتى النشا ديال الباكيه وبقيت كنعمل النشا عملنا كيس ديال الخميره ما يعادل 8 غرام وغنستمر بالاضافه ديال النشا فاخوات الاخوات اللي غادي ياخذوا النشا بالكيلو كتكون اقتصاديه بزاف الكيلو ديالها 13 حتى 14 درهم الكيلو ديال النشا ولكن غير ركزوا دائما كيخلفوا ففي الحلويات ما غادي تشكل حتى شي تاثير غير غتعطي اللون صفر بزاف حيت كيكون فيها النكهه ديال الفاني وكيكون اللون ديالها كتعطينا اللون صفر بالحق في المورقات فضروري خص تكون النشا ما تكونش الكريم باتيسير فهذه تجربه ففي هذه الحلوه هذه تقدروا تجمعوا ما بين الكريم باتيسير والنشا دابا انا راه هنا عندي <applause> تقريبا 100 غرام ديال الكريم باتيسير اللي دخلت ولكن الحلوه راه كدار غير بالنشا اي الميزينه اي دقيق الدورة أه صافي جمعت الحلوة ديالي شوفوا القوام ديالها من اجمل الحلويات اللي كيعجبني نعجن هي هاد الحلوة هادي قوامها كيكون رائع مميز وغزالة فاللون ديالها جاني جاني صفيفر هكذا حيت كيف قلت لكم عملت ديك الكريم باتيسير بالغلط اما اذا كان غير النشا بوحدها تجيب بيوضة هكا ما شاء الله جات بحال لك السمن البلدي صافي كنشكلوا مباشره من بعد ما كنكملوا بالعجن كنشكلوها كويرات نعملوها في في اللاطه اللي تدخل للفران فالحلوه هذه ما غاديش تلصق ولكن اذا فرشتوا الورق يكون احسن باش هكا دائما الطواد ديالكم كيبقاو نقيين فهذا هو الكميه اللي حصلنا على الحلوه يعني كنحصلوا ما شاء الله على جوج طاوات من الفرن اللي سخنتو واحد شويه من قبل خليتهم يشعلوا غير من الاسفل على 160 اذا كان فران غازي غادي تشعلو من الاسفل حتى كطيب الحلوه وتشد راسها وكتخرجوها فهاد الحلوه هادي ما كتحمرش كيبقى الشكل ديالها بحال هكذا راه كتجي بحال واحد واحد الشكل ما شاء الله مميز فهاد الحلوه وشوفوا كيفاش عامله راه بحال شي جينواز شي حاجه خفيفه بحال الريش كتحسوش بانكم كتهزوا الحلوه وهذا هو السر ديال هاد الحلوه انه بلا طحين راه الطحين هو اللي كيتقل لنا شي شويه الحلوه فاش ما كنعملوش ديك الدقيق كنعملو غير النشا كتعطي الحلوه هشيشه بزاف خليت الحلوه ديالي كتبرد وهنا عملت الكوك انا غنزين بالكوك تقدروا تزينوا باي حاجه بما انني غنزين بالكوك بغيت هاد الكوك هذا نحمرو فكيف خرجت الحلوه والفران باقي سخون عملت رابعه ديال الكوك اي 250 غرام حتى قدكم ونشيط ليكم منها وحالتي الا بقى هاد الكوك محمر كتزينوا به وكتدخلوه في لي صابلي والحلويات ديالكم شعلت الفران من الفوق وملتحت تتحمر ليا الكوك ورجع بهاد الشكل ذهبي وكنت حضرت مع كنت حضرت الكراميل فالكراميل الطريقه ديالها سهله غنقول لكم غير شفويا حيت حضرتها معكم في شحال من فيديو وكتبقى اسهل وانجح كراميل ممكن تحضرو فهاد الكراميل هادي كنعمل كاس ديال العسل مع 12 قطعه ديال الشوكولا البيضاء حتى كتسخن داك العسل وكنرمي فيها داك القطع ديال الشوكولا البيضاء وصافي وكنبقى نخلط نخلط حتى كينسجم كي داك العسل مع داك الشوكولا البيضاء فحالات كان عندكم نكهة, الكراميل تكون نكهة الكراميل هاد الكراميل جاتكم مثلا اللون فاتح وعندكم النكهه هاد الكراميل كتقدروا تعززوا هاد الكراميل بديك النكهه أو لا بديك سوس كراميل فحالات كانت متوفره ما متوفره صافي غير العسل والشوكولا البيضاء فوق النار حتى كي حتى كينسجموا كي وكل ما غتبرد هاد الصوص راه كتعقد وكترجع بحال نسلي تماما صافي كنبدا ندير غير الوجه ديال الحلوه في الكراميل بهذا الشكل وكنحط على الكوك شوفوا معايا هي بهذا الشكل وكنحط على الكوك الا كان عندكم سوس كراميل اخرى جاهزه وبغيتو تعملوها ممكن هذه ديال اللي كنحضروا في البيت كتبقى اقتصاديه بزاف وهذه الحلوى هذه في الاغلبيه كيعملوها في الشكلاط يعني كيغطسوها كامله في الشوكولا السوداء وكاين اللي كيعملها في في الشوكولا البيضاء انا كتعجبني هكا نزين غير الوجه ديالها بالكراميل واما نعملها في الكوك او لا نعملها في الكوكاو كونكاسي حتى هو كيجي مزيون تقدروا الشوكولات فيرميسيل يعني عندكم الاختيار في التزيين صافي كنستمر بنفس الكيفيه هكا كنعمل الوجه غير الوجه فقط في في الكراميل ونحط على الكوك والكوك عملته في صفيحه كبيره باش هكا يعني وزعته باش كيجيوني الحليوات الوجه ديالهم كاملين مغطس في داك الكوك الكراميل اذا شتوها قساحت كتعاودوا تسخنوها والحلوه تعاملوا معها بالمهل والكراميل تكون خفيفه باش باش اذا كانت الكراميل قساحت ومشيتو تهزوا الحلوه راه راه غتفرتت لان هذه الحلوه هذه راه شيشه بزاف راه قلت لكم كذب راه الا ضغطتوا عليها غير شي شويه بالجهد راه ما شاء الله يعني هشيشه لواحد الدرجه ما كنبقى هكا كندوز لا في الكوك وهذا الكوك يعطيها واحد المنيدار مزيون تقدروا حتى بالكنافه حتى هي كتشدو تحمروها حتى هي كتجي زوينه في التزيين بدل الكوك والكوك يكون هكا من نوع للشعيرات الشعيرات كل ما كانوا الشعيرات ديال الكوك كبارين كل ما كيبقاو باينين فكن ناخذ الكويغطات وغادي نحط هاد الحليوه راه تقدروا تخليوها بلا كويغطات ولكن الكويغطات دائما كيزينوا لنا الحلوه لكن الا كانت هكا غير الدوازاتين للدار واخا بلا ما ديروا الكويرطات فانا هذه طلبيه المناسبه على هذا الشيء كنعمل الكويرطات فالكويرطات هكا قر... طويوهم واحد شويه من الجنب هكا كوهما مجموعين باش كيجيوكم في التقدة ديال الحلوه وهالطريقة الطريقه هذه اللي كندير شويه ديال الكراميل في الاسفل ديال الحلوه باش كتبتلي في الكويرطات فاش تنبغيو نحطوها في بلاطو اولا كنزينو ما كت يعني ما كتخسرش وما لا شي الكويريت وهذه هي الحلوه ديالنا عن قرب فانا غنستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الحلوه كلها والكراميل فوق ما كتقصح كان كنسخنها باش كتطلق راسها وفي حاله ما كفاتكم شي نفس المقيله ولا الكسرونه اللي كتكونوا صوبتو فيها داك سوس كراميل كتعاودوا تزيدوا العسل تكتسخن كتسخن الشوكولاتة الشكلاط وانتم غاديين حتى كتكملوا هذا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا فما شاء الله كتجي رائعه جدا وكتحط لينا كميه وفيرة فالحلوات ديالي كنقدوهم الطريقه ديال الاحتفاظ بهذه الحلوى وضعوها في علب محكمه الاغلاق وكتبقاو فوق ما كتحتاجوا كتجبدوا منها فهاد الكوك فاش كنحمروه فصدقوني ما غادي مثلا ماشي بحال ريشبون تقدر ديك يعني كتغمال او خصها تحتفظ فواحد المكان اللي بارد وما تعطلش واحد المده اللي طويله فهادي فهاد الحلوه هذه العكس يعني كتبقى معكم مده طويله فقط تعمل في علبه محكمه الاغلاق فداك الكوك فاش كيتحمر كتمشي منه داك داك التزييته وما كيخسرناش وحتى الكراميل يعني ماشي بحال المربى كتبقى طيبة وما كتخسرش تماما حتى الا بغيتو تعملوها وتحتفظوا بها مده طويله ما كيوقع ليها حتى شي حاجه حليوة ديالنا قسمتها معاكم كتجي بهذا الشكل كتجي حل بحال الاصفر ديال البيض داك الهشاشه ديالو كتجي بحال داك الشكل كتذوب في اليد قبل الفم وداك الطبقه ديال الكراميل معلكه مع داك الكوك شي حاجه اللي طوب طوب كنتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم في الصوره ومتاكده ان شاء الله هذا الاقتراح غادي يعجبكم غير جربوه آه الاخوات اللي بغاو يجربوا غير نصف المقادير فغادي تجيكم زوينه وغتحصلوا على واحد الكميه لا باس بها فكانت هذه هي الطلبيه اللي حضرت معكم في هذا الاسبوع اولا في هذه الايام كنتمنى ان شاء الله ان تنال الاعجاب ديالكم تكونوا كتستافدوا من هذه الطلبيات ولو غير شويه وان شاء الله اذا جربتوا هاد الحلوة اللي كنتقاسم معكم اللوزاتي فصدقوني غادي يعجبوكم بزاف وغادي يعجبوا الاسره ديالكم فكيبقاو حليوات لي زوينين اقتصاديين في نفس الوقت يعني جميلين حتى في الشكل ديالهم وحتى اذا عملتو مكان المناسبة ولا الاعياد فمن دار ديالهم وديك والمذاق بلا ما نقول لكم فكل حليوه غتنسيكم في حليوه ولكن اكثر وحده اللي نتمنى ان شاء الله تجربوها هي هذه غريبه ديال النشا اولا ديال الميزينة بهذه الطريقه اللي تقسمت معكم فكتجي هائله بنينه مميزه حليوه اللي متميزه والكل غيسالكم على السر ديالها فاخواتي بلا ما نطول عليكم اكثر كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم واقتراحاتي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم دمتم في امان الله مع السلامه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله